مشاهدينا في جولتنا الصحفية اليومية، والبداية مع أهم العناوين التي تناولتها الصحف المحلية لهذا اليوم. ومن صحيفة الوطن نقرأ: رئيس الوزراء تشديد الرقابة على المال العام ومنع الهدر وضبط المصروفات، تسريع البدء في مشاريع سعادة والجامعة بالمحرق ومتابعتها، وتوظيف 230 ممرضا وممرضة ضمن خطة التوظيف للسنتين الماليتين 2017-2018، التحقق من الخدمات والمرافق كافة بجنسان وتوفير ما تحتاجه. ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج: للمرة الأولى الاستعانة بروبوت لتقديم الحفل، ناصر بن حمد يفتتح مدينة الشباب 2030 اليوم. ومع صحيفة البلاد: فريق لحصر احتياجات منطقة الدراز تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، خلف الانتهاء من مناقصة نظافة وحراسة المرافق. أما من صحيفة الأيام: مواقف ومرافق صحية وممشى ومقاه، اعتماد خطة تطوير سوق المنامة القديم. بين اتسام موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالشفافية والوضوح والمرتبطة بوقف دعم وتمويل الإرهاب، وبين تعنت قطر ومحاولة ابتعادها عن الحقائق، نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أكد أن اتهام الإمارات بالاختراق الإلكتروني للمواقع القطرية هي محاولات من الأعداء للإساءة لدولة الإمارات وتحويل الانتباه عن الحقائق، مضيفا أن ما ذكره وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عبر عن مطالب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب التي لا تريد إلا الحق والصلاح للجميع، داعيا قطر إلى التجاوب مع المطالب إذا أرادت المحافظة على الأخوة وعدم التمادي في الخطأ. نطلع من صحيفة أخبار الخليج أن مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته يوم أمس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لن تتراجع عن البيان الرباعي حتى تلتزم قطر بمطالبها والتي تضمن التصدي للإرهاب. نقلت صحيفة البلاد عن قناة سكاي نيوز أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن قطر لديها احتياطي نقدي لكنه يستخدم في دعم الجماعات الإرهابية، وأردف قرقاش أن قطر أنفقت الملايين لإضعاف مصر وعملت على زعزعة استقرار السعودية، داعيا إلى فرض مراقبة دولية على الدوحة للتأكد من التزامها بتعهداتها ووقف رعايتها للأفكار الإرهابية. نقلت صحيفة الوطن عن صحيفة الرياضة السعودية أنها حصلت على وثيقة سرية لم تنشر من قبل وتثبت تآمر النظام القطري وتورطه مع النظام الإيراني في قضية ما يسمى بالصيادين القطريين، وتثبت الوثيقة أن ذهاب الصيادين إلى العراق تمت بتنسيق مسبق بين الجانب القطري والجانب الإيراني وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، حيث كان المخطط هو إطلاق سراح نمر النمر مقابل الصيادين من أجل وقف في تنفيذ حكم القصاص. نقلت صحيفة الوطن عن قناة سكاي نيوز أن 6 سنوات وأكثر هي عمر المحاولات القطرية لهدم أسس الدولة المصرية، وبالأخص تفتيت الجيش باعتباره سند الدولة الرئيسي والقوة الضامنة لاستقرار المنطقة العربية، فكانت من بين أهم الأدوات التي استخدمها النظام القطري لتنفيذ مخطط استهداف الدولة المصرية، وهي دعم جماعة الإخوان المصنفة بالإرهابية. نقلت صحيفة الأيام عن قناة العربية أن وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة إيكونوميست البريطانية توقعت استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة والتي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري، وذكر التقرير أن الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلاً. نقلت صحيفة الوطن عن قناة العربية أن تقريراً لمجلة ميد توقع أن تتفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية، ورأى المطورون العقاريون أنهم في ورطة تعطل الإمدادات
ونقص المواد الأساسية. كتب حمد العامر مقالا في صحيفة الأيام بعنوان قطر الشقيقة الواقع المر، تحدث فيها عن المنعطف الخطير والمؤسف في الأزمة القطرية والتي تضاءلت معها الأمال في إيجاد مخرج في القريب المنظور. وقال الكاتب: قطر اختارت طريقها للخروج من عمقها الخليجي بعقد الاتفاقية الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيران. وأضاف الكاتب أن قطر تجاهلت ما عانت منه دول الخليج من تبعات تمويلها للإرهاب واحتضان قياداته وتوفير كافة التسهيلات للإضرار بأمن واستقرار المنطقة. بهدف خدمة التواصل مع المواطنين حول الخدمات والمشاريع التي تقدمها وزارة الإسكان، نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الإسكان أعلنت تلقيها 265 رسالة عبر خدمة صندوق تحت أمرك خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذكرت أنه تم إنجاز ما يقارب من 140 معاملة بشكل كامل. في حدث نوعي على مستوى تاريخ قطاع رأس المال في البحرين، نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أنه تم رسمياً تدشين شركة البحرين للمقاصة برأس مال مدفوع بقيمة 1,000,000 دينار ورأس مال صادر بقيمة 5,000,000 دينار بحريني، حيث أسندت جميع المهام والمسؤوليات والخدمات إلى الشركة التي سوف تقوم بهذه المهام بشكل مستقل إدارياً وفنياً. نشرت صحيفة الأيام أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بهدف التطوير، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بأنه قد تم الانتهاء من المناقصات المتعلقة بعقود نظافة وحراسة المرافق البحرية في جميع مناطق البحرين ومن ضمنها مرفأ إدراز، حيث تم انتشال أكثر من 5 أطنان من المخلفات التي كانت في المرفأ. نشرت صحيفة الأيام لقاء مع الممرضة زينب عبد الحسين والتي قدمت اختراعا لجهاز يقوم بعملية تجبير الكسور البسيطة وغير المعقدة للعظام. وحسب ما نشرته الصحيفة فإن هذا الاختراع سيقلل من وقوع الأخطاء الطبية، حيث أنه يعتبر سهل الاستخدام ويمكن استخدامه لمعالجة المرضى من قبل أي موظف يعمل في القطاع الصحي. أخبار الخليج لفتت لنا في صفحتها إلى أن اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة دعت الراغبين بتأدية مناسك الحج لهذا العام إلى ضرورة مراجعة المراكز الصحية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأخذ التطعيمات الخاصة بموسم الحج واستلام الكتيب الصحي للحج والعمرة، داعية أصحاب الأمراض المزمنة إلى ضرورة أخذ الأدوية التي يستخدمونها معهم خلال وجودهم في الحج. نقلت صحيفة أخبار الخليج قول الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بأن المبادرة تسعى من خلال تعاونها مع شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمؤسسات الرسمية المعنية لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ودعم المزارعين لضمان استمرارية مهنة الزراعة في البلاد. لتلبية متطلبات الشباب وطموحاتهم في كافة أرجاء المملكة، نقرأ من صحيفة الوطن أن اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة وافقت على الاقتراح برغبة حول إنشاء مبنى إداري وملعب متكامل لمركز شباب سافر الثقافي والرياضي، وأوضحت بأنه سوف يتم وضع إنشاء مبنى للمركز المذكور فور توافر الأرض اللازمة والميزانية المتاحة.
نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة شؤون الشباب والرياضة أكدت في ردها على النواب أنها أنشأت صالة رياضية بمدينة عيسى الرياضية مخصصة لرياضة المعاقين ومهيئة لرياضة الحالات الذهنية الخاصة. من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على إنشاء ناد رياضي خاص بحالات الإعاقة الذهنية، متوقعة الانتهاء من المشروع في عام 2018. نقرأ من صحيفة الوطن أن لجنة الخدمة النيابية وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للطب البديل بمشاركة القطاع الخاص، كما وكشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمة الصحية عن وجود طلبات لإنشاء 27 مؤسسة تعمل في الطب البديل، ليرتفع عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال إلى 77 مؤسسة. نهاية الجولة الصحفية مع الكركاتير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.